بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. This is our 19th lesson going through the differences between Al-Bizzi and Qunbul. We have arrived at the 19th juz of the Quran al-Kareem. The first difference, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ, recited with shadda upon the sheen, for Ibn Kathir, قال الشاطبي رحمه الله, تَشَقَّقُ خِفُّ الشِّينِ مَعْ قَافَ غَالِبٌ نَعْمٌ. So you say, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ, right, for Ibn Kathir. As for Hafs, you say, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ, تَخْفِيف upon the sheen, and تَشْدِيد upon the قَاف, the first قَاف, نَعْمٌ. وَنُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِيلًا. That's how Ibn Kathir read it. قال الشاطبي رحمه الله وَنُزِّلَ زِدْهُ النُّونَ وَارْفَعْ وَخِفَّ وَالْمَلَائِكَةُ الْمَرْفُوعُ يُنْصَبُ دُخْلُلًا. طيب. And so Ibn Kathir, he will say what? وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِيلًا. As opposed to Hafs, who would say, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. نعم. So we have an extra noon, right? And we have no shadda upon the zai. We have الرَّفْعَ upon the lam. So نُنْزِلُ ضَمَّ on the lam. And نَصْبَ فَالْمَلَائِكَةَ for Ibn Kathir. نعم. إن قومي اتخذوا. Here there is خلاف between بزي and قنبل. قال الشاطبي رحمه الله ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا حميد هدى. So البزي, he says, إن قومي اتخذوا بالفتح, قنبل بالإسكان, إن قومي اتخذوا القرآن ونقل قرآن والقرآن دواؤنا. نعم. وعادا وثمودا وأصحاب. We've taken it before. ثمودا مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل. نعم. السوء أفلم. We should not do this. هنزت من كلمتين. إِلَّا هُزُؤَا, we've taken this a number of times now. أَمْ تَحْسِبُ, we've taken it before. يَحْسِبُ كَسْرُ السِّينِ مُسْتَقْبِلًا سَمَا رِضَاهُنَا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ, وَالرِّيحَ وَحَدَى وَفِي الْكَهْفِ مَعَهَا وَالشَّرِيعَةِ وَالصَّلَى وَفِي النَّمْلِ وَالْأَعْرَافِ الرُّومِ ثَانِيًا وَفِي الطِّيرِ ذُو شُكْرٍ وَفِي الْحِجْرِ فُصِّلَ وَفِي سُورَةِ الشُّورَى وَمِنْ تَحْتِ رَعْدِهِ خُصُوصٌ وَفِي الْفُرْقَانِ زَاكِيهِ هَلَّلَا. So here in Surah Al-Furqan, you say, وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ, right? عَلَى سَبِيلِ التَّوْحِيدِ. نعم, عَلَى سَبِيلِ الْإِفْرَاد. As for Nushura, that's how you read it for Ibn Kathir. قال الشاطبي رحمه الله ونشرا سكون الضم في الكل ذللا. نعم. So بشرى for Hafs, Nushura for Ibn Kathir. إلا من شاء أن, we should know how to deal with this for البزي and قنبل. فسل, we took this way back at Surah An-Nisa, I've taken a number of times now. وسل فسل حركوا بالنقل رشيده دلا. ولم يقتروا, that's how you read it for Ibn Kathir. قال الشاطبي رحمه الله ولم يقتروا ضم عم والكسر ضم ثق. طيب. And so you say what? ولم يقتروا, as opposed to Hafs, ولم يقتروا. نعم. يضعف, of course, تشديد upon العين والعين في كل ثقلة كما دار. And as for the fa, you have it in the state of الجزم. قال الشاطبي رحمه الله يضعف ويخرج رفع جزم كذي صلا. طيب. And so you say يضعف له العذاب يوم القيامة, يضعف له العذاب يوم القيامة. طيب. You do what? تشديد. You do تشديد upon the عين and سكون upon the fa. Right, as opposed to Hafs, who does what? تخفيف upon the عين, يضاعف له العذاب. نعم. Of course, ويخلد فيه مهانة. Hafs and Ibn Kathir agree with each other on that. نعم. إن شاء ننزل وينزل خفيف وتنزل مثل وننزل حق وهو في الحجر الثقيل إلى آخره. من السماء آية. We should not deal with this by now. قال ربي إني, of course, فتح for Ibn Kathir. We should not do with that by now. فتحنا مع حمز بفتح وتسعها سما فتحها إلى مواضعهم. نعم. قال وأرجئه أخاه نفر أرجئه بالهمز ساكن إلى آخره. نعم. قالوا لفرعون أئنا, of course, here we have همزتين من كلمة. The method of Ibn Kathir, تسهيل مع عدم الإدخال. تسهيل upon the second همزة مع عدم الإدخال. أئنا لنا الأجراء. فإذا هي تلقف, of course, here we have the تأت البزي, right? تأت البزي. قال الشاطبي رحمه الله تعالى نعم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Here we have the خلاف between البزي and قنبل concerning the تشديد upon the ta for ابن for البزي. فإذا هي تلقف, and for قنبل, فإذا هي تلقف ما يفكون. نعم. قال أأمنتم, of course, here we have the موضع in which both البزي and قنبل agree with each other. So this is the only case in which البزي and قنبل agree with each other on the recitation of قال أأمنتم.
له وطه في الأعراف والشعراء بها آمنتم لكل ثالث نبلة right وحقق ثاني صحبة ولقنبل بإسقاط الأولى بطه تقبلا وفي كل حفص أبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلة. So they differed in موضع طه and in موضع الشعراء in موضع الأعراف, but when it comes to this موضع سورة الشعراء البزية قنبل أجري. طيب but in of course الأعراف وصلا they disagree and سورة طه they disagree as well. نعم ووحينا لموسى أن يسري right قال الشاطبي رحمه الله وفسري أن يسري الوصل وصل لنا. نعم as I read this way بن كثير وإن لجميع حاذرون of course he removed the alif way بن كثير قال الشاطبي رحمه الله وفي حاذرون المد ما ثلا. نعم and so you say what وإن لجميع حاذرون حاذرون في بن كثير. نعم وعيون have taken this a number of times now right وكسروا عيون من عيون شيوخ دانه صحبة ملا. نعم إن معي ربي سيدي مع معي ثمان علا سفقوس فتح فحفص إسكان في بن كثير نذأ إبراهيم we should not deal with that by now the همستي من كلمتين إن أجري وأمي وأجري سكين دين صحبة again وأمي وأجري سكين دين صحبة مع معي ثمان علا وعيون have taken it before إني أخاف have taken it already خلق الأولين قال الشاطبي رحمه الله وخلق الضم وحرك به العلا right and so you say إن هذا إلا خلق الأولين في بن كثير as for Hafs, you say, إن هذا إلا خلق الأولين. نعم. إن أجري, of course, we've taken it before. We've taken before. بيوت, we've taken before. فارهين, remove the alif for Ibn Kathir. Just as if for حاذرون. Right, do we hear as of فارهين. قال الشاطبي رحمه الله فارهين نذاعة. And so you say, what you say, وتنحيتنا من الجبال بيوتا فارهين. نعم. وأمي وأجري سكان دين صحبة كذب أصحاب ليك. والأيكة اللام ساكن مع الهمز وخفضه وفي صاد غيطلة right الشاطبي رحمة الله عليه mention and so you say what كذب أصحاب ليك you treat it as a lam and you don't treat it as lam التعريف طيب so the lam التعريف الساكنة فحفص right you say كذب أصحاب الأيكة المرسلين بضفو البزي you say what كذب أصحاب ليك كذب أصحاب ليكة المرسلين right حالة الوصل أو حالة الابتداء of course حالة الوصل you say what كذب أصحاب ليك كذب أصحاب ليك as opposed to حفص you say كذب أصحاب الأيكة كذب أصحاب الأيكة as for حالة الابتداء of course ابتداء اختباري you say what الأيكة for حفص and ليكة for ابن كثير نعم إن أجل يومي وأجل سكن أجل صحبة القسطاس قال الشاطبي رحمه الله وضمنا بحرفه بالقسطاس كسر شذ على so you say what قسطاس for Ibn Kathir and قسطاس for حفص نعم كسف have taken it before وعما ندى كسفا بتحريكه ولا نعم السماء إن we've taken this before the difference is between بزي and قمبل on that ربي أعلم just like إني أخاف هل أنبئكم على من تنزل الشياطين وتنزل كوسيف تاعت البزي تنزل عنه أربع right so say what هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم نعم القرآن have taken it before إني أنس لساك إني أخاف بشهاب قبس قال الشاطبي رحمه الله تعالى شهاب بنون ثق right so they don't تنوين here for Ibn Kathir and تنوين for حفص أوزعني أنشكر right وأوزعني مع جاده طلا so هي في خلافة بزي قنبل البزي بالفتح وقنبل بالإسكان أو لا يأتينني عاد extra نون في Ibn Kathir قال الشاطبي رحمه الله وقل يأتينني دنا نعم فمكوثا ضم upon the calf for Ibn Kathir فتح upon the calf for حافظ قال الشاطبي رحمه الله مكوث افتح ضمة الكاف نو فلا نعم as for سبأ هي في خلاف بين بزي قنبل وجدتك من سبأ فتح for البزي as for قنبل سكون وجدتك من سبأ بنبأ يقين قال الشاطبي رحمه الله معا سبأ افتح دون نون حما هدى وسكنه وانوي الوقف زهرا ومندلا نعم ويعلم ما يخفون وما يعلنون يا استرفتاء فو ابن كثير قال الشاطبي رحمه الله ويخفون خاطب يعلنون على رضا نعم تخفون تعلنون فور حفص and يخفون يعلنون فو ابن كثير فألقيه إليهم of course here this is the extra الكناية صلة هاء الكناية فو for ابن كثير النات حفص right وسكن يده مع نوله ونصله ونؤتي منها فاعتبر صافيا على وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه نعم إني ألقي of course this is قالت يا ملو إني ألقي so الملأ إني so the خلاف is not إني ألقي of course you remember the when it comes to the همزة when it's مضمومة and it's preceded by إضافة then it's for نافع the
تن مواضع in which نافع الأصوات الفتح نعم فتح الإضافة but here of course ابن كثير ليس له فتح rather has this كان قولا واحدة and the خلافية that's you can see is concerning the همزتين it's like نشاء إلى right so you have the وجهين for ابن كثير on this case قالت يا أيها الملأ إني here you can say قالت يا أيها الملأ إني تسهيل or إبدال قالت يا أيها الملأ إني نعم then قالت يا أيها الملأ أفتوني ذاك نشاء وصبنا نعم بما وفيما ومما وعما لما بما بخلف عن البزي وثام جاهلا قال تمدونني بما of course you have the يا زائدة for ابن كثير right قال تمدونني بما الوصل النفقو تثبت في الحالين در النوامع both وصل and وقفة right قال الشاطبي الرحيم ولا تمدونني سما فريقا and so you say what فلما جاء سليمان قال أتمدونني قال أتمدونني بمال ask فما آتاني الله this of course يا زائدة وفي النمل آتاني ويفتح عنه لي حما وخلاف الوقف بين حلا على and so you have of course for ابن كثير الحذف وصل وقفة and so you say فما آتان and also فما آتاني الله as opposed to حفص فما آتاني and فما آتان وجهان of course وقفا and وصلا إثبات فما آتاني الله نعم Then the author, rahimahullah, I should say the next difference, قالت يا أيها الملأ وأيكم لك نشاء وصبنا أشكر, of course, همزتين من كلمة, of course, we have تسهيل مع عدم الإدخال في ابن كثير ساقيها, of course, هي قال الشاطبي رحمهullah مع السوق ساقيها وسوقه ميزو زكا سوقم بالهمز ساقيها, قالت قيل لها دخل الصرف لما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فحافصا وكشفت عن ساقيها فو ابن كثير نعم أنعبد الله of course here this is something which we should know by now right we've mentioned it many times before way back in Surah Al-Baqarah لما of course we've mentioned it many times before as well فما شهدنا مهلك أهله قال الشاطبي رحمه الله لمهلكهم ضم ومهلك أهله سوى عاصمين والكسر في اللام عولا and so you say ما شهدنا مهلك أهله for ابن كثير ما شهدنا مهلك أهله for حفص إنا دمرناهم قال الشاطبي رحمه الله ما فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف and so كوف say what أن Ibn Kathir says, Inna. فَتِلْكَ بُيُوتُمْ We've taken it a number of times. Now, أَيْنَّكُمْ Of course, we've taken it also many times. But for the تسهيل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال because همزتين من كلمة. نعم. هذا والله أعلم مصطفي بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.